أخذنا سمبلة واحدة بس تركناها بإيدنا. في عند منا لا يقل عن 30 حبة، يعني بهالحالة هي وقت اللي احنا عم نزرع حبة عم ناخد 30 حبة بكل سمبلة، وبكل نبات بيكون عند منا 5-6 سنابل وأوقات أكثر. وبالتالي شوفوا قديش الخير اللي احنا بيجينا وقت انتم عم تزرعوا حبة، شو رح بيعطينا كم حبة، وما بيكبر الوطن إلا بهيك. رسالة لكل طلابنا في سوريا انه كل واحد بيده حبة قمح يزرعها. انتوا عم تشوفوا قديش اهميتها حبة القمح وقت عم توقفوا على الفرن، وقت عم تفوتوا بكم تفطروا، وقت عم ترجعوا من المدرسة، هذا كله جاي من حبة القمح. مو معقول نصل ليوم ما نلاقي فيه رغيف الخبز. كلياتنا نقوم على زراعة أي قطعة أرض لحتى ما حدا يحتاج قمح. إحنا لازم نزرع كل بقعة أرض صالحة لزراعة القمح، لازم نزرعها بالقمح.